طب خليني اقول لكم حاجه جميله كده، ان انا يعني بكل الحب والله بشكركم على الجهد اللي انتم بتعملوه، والحقيقه ده حاجه تشرف وتفرح ان شباب مصر يعني دي تالت محافظه ادخل فيها اليوم موجودين. طبعا كل محافظه بتقدم شبابها يعني يبقوا موجودين وبيعملوا العمل الخير الجميل ده، الحقيقة حاجة تسعد. وكمان المفروض انتوا كمان تبقوا سعيدين جدا باللي بتعملوه وفخورين جدا باللي بتعملوه، لان احنا سعداء بده وفخورين بالعمل اللي انتوا بتعملوه التطوعي ده. شوفوا ما تحرموش بقية شباب المحافظة وحتى الشباب الصغير والشابات الصغيرين، فهموهم ان ده جميل قوي ان احنا كلنا نعمل حاجه حلوه لبلدنا ونشتغل عليها. شوفوا المنظر بقى عامل ازاي بيكم، شايفين المنظر بقى عامل ازاي بيكم، ونقدر نعمل اكتر من كده بكتير. متشكر جدا، مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين متشكرين، وبرضه باسم المحافظه بنشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.